هوني جاي، لكن اسكات دارو مدار. لقد سئمنا من تلك المشكلات التي نحن فيها الآن. إلى وقتنا هذا لا يوجد أي شخص يستطيع حل حتى مشكلة واحدة. ما الذي جرى بنا؟ لماذا ندعهم يعبثون بلدنا هذا؟ والدفاك أذهب منك. ألا تحبون بلدكم يا حيوانات؟ فلنبدأ من الآن إيجاد حل لهذه المشكلة التي أعاقت مسيرتنا، ونقضي على هؤلاء المخنثون الذين لا يخافون ربهم. أعدكم جميعاً بأنني سوف أجعلهم يلحسون مؤخرة الكبيرة التي لم أغسلها منذ ولادتي. وأختم هذا الحديث بضرطة المحترمة.